قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قولا سجله القرآن قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قولا سجله لسليمان قولا سجله القرآن قولا سجله القرآن قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، ما أنت تاريخ ذا أيتهاي كنا فر بقول لي صدقك بشي تبنات لبيه تبنك يجي وحين بلابن دو نبي إذن الله تعالى كتابك مجي عيسى ليله ذا روح الإعراب وخلاصة القواعد وكتاب قالك شاشة إنه غم مقنية وكتاب قالك سيدا نرك إنه شاشة إنه غم مقنية أما إنه أرك إنه بإذن الله تعالى كتابك أي نقنية وحمق عيسى ليله هذا سيدا إنه مقتة روح الإعراب وخلاصة القواعد كتابك نقول لي لما عيسى روح الإعراب هنت إلي إنه شرحنا وحا إنك غفلا مق عيسى يا إنك غفلا كتابك مجد غيسوح تلماما يا إعراب الروح ذي إنو كهض ليو وحكالو تلماما يا إنو قواعد كخلاصة ذي سي كهض ليو أيو كتابك نتلماما يا كتابك نوحا مهيمة كل إني إنو أقال نوح يابها وكتبتي كلين نحوها كقد وين ياي كتابك أنيقا يا قري قرأ الكيسة نهرنتي بالضبط أمها يو لرب بلاد صدح بلاد أفر بلاد انتو يقاتي صببت أنا بالضبط أهينين انت بلاد كتابك قرأ يي وحوي وحكرنا شي كتابك ني معد كان مجمع البحرين أرضي دي دروست أين أقول ديني عشرة دي أن أقول ديني إيه كلا جوجو ناين ودياري أي أيان مركي دم بكو فكرة كتاب هان إن أنكو صار صارنا مركا كتاب هان أي إنكو صار صارنا وأنا عشرة سيدا أنجرنا إن أرضي دو أي قادنا ين وقت دير أي قادنا ين كده مركي كتاب هان أنكو صار صار إسنري فورمات إنك يسي يي يه بين تسي أم بن بدري أوهلكو عشر كوكاها عشر مبسطة عشرنا وكاها عشر كوبان أم بن عشران تي عشرة سلك قرة أما نسك قرى أما وطيرة قرى قوة الصعودة أيان كاريغي كل سيدة درتي العشر هذا كتابك سيدة كمو قندونتا ليلسيو أيين أصميني أو كتابك عشر كستي أو نحوها أمر كينو لغنو وحكا نحمو قندونا ليلسيو أيا كدن بين دونا أما كحيق دونا أرضي قلقو قياسيو فهن كيسو انت أولي أجيهاي إيا فهن كيسو انت أولي نقونا يبا سيدة أندرامي إن كتابك إن الوحيو كذدوي هاي كتب ديك على دقة تعبير تعبير كأين عبارين إنه أما عبارة هي هدف كأن أشيد إنه أيها سيد دقيق أو حيل دير أو كتاب كان إنه تصدونا بإذن الله تعالى وهكذا كتبتي ورك قد ونان كرا وحبذا أو كمذا وضوح الفكرة وضوح الفكرة معناه هو حوي كلب قد يبدا اتكهد الاسلام هاي قد يبقى قرصون معها اما قد يد شرح دير وباهن معها وقد يد ارضي هدو ايش كو دفته اما لو معناه يبا سيده ان دريمينو كغرن يانا هدو ايش كو دفته كان غرنين هدي لو معنايو قد يد اسك واضحه او فكر بدن كقادنين وحكروا كتاب كان لكسفوا بأما أكت المامية هي سهولة المعنى معنيه سأيا سهلا أعدك استبسي سهلا أي أفهمك ريسا وحكروا كتاب كان لكت المامية هي كثرة التمارين ليل سيادي آذ أبضان أي كتابك ككوبانيا هي أما أيالانيا كتاب كان وحاذا كأركي دوننا إن الليل السيدة أنت أقبض القرآن كسوق هذا دونه تانا وح إنه عدينا يلا الليل السيدة هي آيات كتابك كتيرة آيات كوب ميبا معها كل كان نمبر واحد قرآن كأيان نمبر واحد إنه جوتشر أوليس كأي سؤال ذا أي أمثلة ذا أي نكسر هذا دونا بإذن الله تعالى وحتى سالك وقف في الباب كجوازم تأكلية بقول إيه أفر إيه طبعا آية ضاد وح دو إيه ركب ذا مولي منا بقول إيه أفر إيه طبعا آية ضاد أي جوازم تأكل كسر هذا وهل باب أي بقول إيه أفر إيه طبعا آية ضاد أي نحنا عيان وحتى سكتوس إذا كتاب كمر كأنه نحق الله إن بدن أو كم إذا وحابان وأرك دونا با قفكو إنه مذبة إنه نحو بقى هاي القرآن كي يكتشروا أي نرك دونا كل كان رقم واحد وحا أمثلة إيو ليلة سيادة إيو أنكو تحليرين دونا وقرآن كا نمبر ثاني قبيق أي إنو صار راعي وحينو كو أرك دونا لغا بقول إيه سيديد إيه لبا تنبيد أي كتاب كينا كنحمو قان دونا أو قبي أولي منا أو شواهد أما ليلة سنحن عيا أما صلب الكتاب أو أمثلة أدحن عيا أما إعرابة كتابك الله إعرابة يبا نحن عدونا بإذن الله تعالى كتاب كان المجد عيسى والروح العراب وخلاصة القواعد وحعوانك سرى إنه رأسن هل قضي أيا إنه رأسن أمرك أن قري يمال المال مها كم إذا أيا حسوستي أني قو سوق هرقيسة نحسو عضا أيا عض مغلي والنفط إذا إيسا وريسا إنه عض مغلي عض كاسي وعضها هي أوسك راضا مضح أيا لاذ لاذي
نجحنا وان دياري نجيسا يعني سنقف كنتها يا يوحو حنون كيسو يهي أنا أقول لك أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان 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 نحوها مركي أن مغلي إنه حنوصنايو أطاها يو أيام كده وادي مركز الجبل يعني يقو صار دعي سمعت صراخ النهو سران وجهرتان فقلت لها صبران عسى يذهب الهم سمعت صراخ النهو سران وجهرتان فقلت له صبران عسى يذهب الهم فقالت بملء الفم ويحاك لا تقول هرقيسا سجن العراب والناس يعلم بكيت على العراب لما رأيتها مضيعة الأركان مبناها تهدم سمعت واحد مغلي صراخ النحوي نحوها تاهي يقي لدي سيئان مغلي سرا سيهو سيصغى أقيلي وجهرة إيا سكر أبا إصغى أقيلي وحيكا لغنطا حالة ذاك لدوان أيو تاهني مري يومر نووه سيئي أو أمركان لغي سيئي مر نووه سيئي أو أمركان سودو هذي فقلت الله واحد كوري لها ذا محن ددي قواردقني قواعد أهام بين أقيمينينا فقلت الله واحد كوري قواعد كي نحوها صبرا إسكاعت كيسا أيان كوري عسى واحد حقيقة يذهب الهم مرقد ويني كاتيكي دونتو نحوها أيان الله الله يايو أرضي أيا صابحي دونتا سفي عنكو تقالنا ومرقد إيا سكرات كنكو هيا أتكا قبحي دونتا أتكا يسا أيان لي هدين نحو أهانا نقيمينينا فقلت له صبرا بين غنيسا وقال الله هاي له بين غنيسا إلي نحوه والله به فقلت له نحوها واحد كل اللي صبرنا تكيسه عسى يذهب الهم وحقيقة إنه مرقد كاتب دونته إرجع عصاء أفعل بيجا مركلا استعماله وحبلا أنبا دبر هذا مضارع كذا بيا أنبقاته عسى أن يذهب القرآن قد في رستين وأنبا كذا بيس أنت بدن وحن أركينا عسى أن تحب شيئا أما عسى أن تكره شيئا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وأنت أصوك له وحين دريمنا أن أيا أنت بدن مضارع عقشة لكن أنا أنت المجلنين وعسى أن يذهب إنا نرابع أيد مغوكتها عسى يذهب باندي وهي والي أقول يا هي أفعر بك إن عسى هذا أنت لقتك مضارع سيدا بدن بأن لقدرة لكن لازم معها إن أن لقدرة مركزته كتابك وحا قري أبي ليث السومالي وإسلاء نيقا ويان أبي ليث السومالي أبي ليث إرق الليثي وآرك ويان أما لباح ومقع حولي هي وهي كلك كويضا إذا أيا هيد أبي ليث أنت بدن كن يدا ددت يم يغانين لقبك ايا حوق بدن ابي ليث السومالي محمد محمود عدور الخاشعي اما خاشر سيدا اندريمينو مغو اصل كيسا الله نحارسته شيخ غيريوداي او لو رنجري شيخ عبد الله الشيخ محمد شيخ ظاهر او كتاب كينا غارهان دبعه ثانيه لا سوقدا او ان كغه ورامي شيخ ايا مغعن اي بخيي اما نانيستن خاشعه اسغا ايا اي بخيي مركي كوريس انتونا نانيست اي بخينين بسلاد ni sheekh siraj loodan jiray ayaa magaca bislaad ay bixiyay bislaadka ayaan maali weydiyo ni sheekh magacan adii jiraaya bislaad maxaad uga jeedaa marka wuxuu igu yiri aabahaana aduur buu aha oo aduurtu waa sheeygu markuuna bislaanin midhu markayna wali bislaanin ay laakiin bislaadka ku dhaw yihiin ayaa aduur la yiraahda adiguna bislaad baa tahay oo midhi oo bislaaday baa tahay buu igu yiri markaasoo isla sheekha allah uu naxariistay sheekh maxamed sheekh daahir sheekh maxamed sheekh abdullah sheekh maxamed sheekh daahir ayaa allah uu naxariistay aya sidoo isagoo hadalkii ka duulaya ayaa yiri khaashir kolka magacani horta halka ayuu ka baxay markii dambana tadawur buu sameeyo halku khaashir ka aha khaashici buu noqday ana gabayagay gabayagayga inta badan khaashici hal gabay ayaan magaca khaashici ayayada wata hal gabay ayaan isticmaalay oo leeyda fa hada suraakhul khaashici ala asma'u gabayga suraakhul khaashici ayaan isticmaalay laakiin magacu saxdi saare khaashic ayuu aha إلهي وحن كبرينا سبحانه وتعالى إنه إن قد قدت كيسا قدرتي أخر شعاء يعني إلهي كبرينا هذا الكتاب كان يعني مقدمة أيو لي هي مقدمة أيو نكب الله بدوننا بإذن الله تعالى مقدمة الكتاب وكتابك مقدمة ديسي الحمد ما هذه لله إلهي أي أصغناتي الذي الله أحيا نولي علوم العربية علوم تعربية وفا أين عد أي بسلاتي بعدد محلالها أنت ترترنتي كدب ورفع الله كرؤ قاضي درجات من كوي درجوين كوغا
قصد أسو قصدي نحوها حقيقة ونحوها حقيسة هي عربية حقيسة. وخفضها صلى الذين كوا ضيعوا ضيعي أو تركوا كتغي تعلمها إني عربي قبرتان وأعيا ولبن الدالي فهم المائلين كوا كل يحلي فهندود عن دركها إني إيضا برتان فرجعت فهم هي فهن كي أيا صلى الله بطي بكلالها إيضا دالن أي لا صلى الله بطي كما أحمده سيدان إلهي أقوم هبن غيو وأعبده إلهي سيدان عابد أيو وأستعين به سيدان إلهي أكاشان أيو لعصام الأمور أمور تواوين وعضالها إيا أمور تمشكلة دي لحل كريوائي وأشهد وحكالون قرية أن لا إله إلا حق لقو عابدائين نجر إلا الله إلهي موية وحده كليدي لا شريك له إصغى عدل بربر لقائني نجر أما شريك أيه شهادة شهادة إيا مرخاتي أيان إلهي قرية وافية لما يستريس بحصول درجات درجوين آخر إن أنهلو وظلالها شهادة هدكيقنا واضية أي كردو ريسقفك أصاحبك من حلول الدركات جران جرادة نار تأينكو هوبتو وأهوالها إيا لباتوين كي نارها با وأشهد وحكرون قرية أن محمد النبي محمد عبده إلهي أدون كيسي إنو يهي والرسوله إلهي رسول كيسي إنو يهي الذي كاسو نور الله إلهي وكن نوري به إساق القلوب قلوبته بعد ضلالها انت إبادة أهيد كذب وأسمع به وكم قشيي وقر الآذان لقاها عليس كوغي ووجل به وكسفي يرين القلوب قلب قدح الكيسي باستقالها إياذا نذافة دي أي إلهي كن نوري صلى الله الله أنا حرست عليه دشيسة وعلى آله آل كيسبة وصحبه إي أصحاب كيسبة وهو صلى الله أنا بدقليه صلاة صلاة لا قاطعة وحكا لا جرى لاتسالها حريرك يقعون أوهان حمد الذي كتابك وي هي مقدمة ذيني كتابك هذا باب مقدمة كتابك وحا لو باهاي قفك هدو يهي قف عربي قران أي أمل قوية أما دي قران أي صنيعة علماء أو قف إلى هاي بلاغة برأي هدو يهي وحا لقو قيمية حمد الذي سنفنق أو بلاغة يأني كترجميسو مثلا كل كأوفنق عربي يهي وحا دورا نيسا الحمد لله الذي أحيى علوم العربية عربي كتاب كان إنه عربي هاي بدوغاني سأدون قديه سأرك أدون عوان كي سأرك ورفع درجات من قصد نحوها رفع وعلم جير رفعها كهذا يه هذا نوح إنه وجدنا كروقات كي من قصد نحوها نحوه وح وتلمامية وعلم جير علم نحوها كهذا يه وخفض الذين خاص بقول لي كوا ضيعوا ضيعي أو تركوا تعلمها خفض وح كده جنتهاي أو براعة الاستهلال وحلي لا بيكون جرا صدق براعة أياجرا براعة الاستهلال مثل لا يتلمام يسا حمد الله هذا إني كترجمة يسوع عتك ورمي دانته قف كخطيب كأمين بركفوشاني مركو أمد الله هذا ليه حمد الله وإني خطبة أردن عتك سي آخر ستها هذي وصون كهذا ليه وإني لا الحمد لله الذي أمرنا بالصيام هدو حج كهذا يو إنه يلا الحمد لله الذي أوجب علينا حج بيته الحرام هدو الزكاة كهذا يو إريدي الزكاة وإنه ماشى كصادرة هدو حاران كهذا يو إريدي حاران تو إنه كصادرة هدو فقه كهذا يو إنه إريدي فقه كهذا يو كصادرة أو سيدة دريم سمر كل نبي كصلى يا صلى الله عليه وسلم وإنه يلا هذا صلى الله على من قال خيركم إن على من قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او كلمه مثلا كل كاريدي حديث كيف فقهه المامي وانه كصدر هذا حديث كهدل وانه يراه ايه القران كايده او كلمه كصدر وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما اتاكم الرسول او كلمه وحديثك هذا تفسير كهدل او كلمه وانه خطبتيس كصدر ايه القران كايده رب لها وحن كوغ سودجني لتبين للناس ما نزل اليهم لتبين للناس ما نزل إليهم هذه أرض يقول فربرشات كلها هذا يسدو يهين لقد قرانية وين القراءة كصادرتها سيدا إيا كتابة إيا وين كصادرتها الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان كل كأيق وحوي وحذر كيسا علمي جيبات مركا قيمين إيسا علمي جيبات كهات ليسا قراءة هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق أوكله إن محانك إلى هذا كتابة كهات ليسا نون والقلم أوكله قلم كي قلم كي أوكله وين كورنتها هذي أتكهد ليس كل بموضوع أتكهد ليس وإناد كلمة ذهن أتكوب لا ليس أيهين كلمة ذك ترجمية كل كان مقدمة ذي نسيدا إنه أرك إنه عربي هي بكتيرة وبراعة الاستهلال رفعه بكتيرة خفضه بكتيرة نحوه بكتيرة أما بعد أنت كذب سببها يقولك اللي في كتابك إن عن قراء أيان هلك كسر أوروبي أما بعد أنت كذب فإني أنا لما رأيت مركان أركي حاجة طلاب العربية أرضي العربي جبران يسباهي ذا أقبان إلى فهم اللغة لقد إلى فهمان تزداد يدو كربيس يوما بعد يوم مالين بمالين تكتسيدا بيسو باهيدي أي كسي بضان أيسو سببت باهيدا كان ستينوى لقلة حداغه رق آذي آل أقون أقول أبوك ليه أو يراضي في بلادنا ودن ندين
ودن كين رق أقوم بدن أولي أياكو يراضي وإهماله إيه يسقو الله ضيعي لدى بعض أساتذة العربية رق اللغة العربية أقوم تقولي أي أستاذ ذا اللغة العربية لقى قار كمدن أكتو ذي ويكو يراتيبا عزمت وحن قو آنسا ذي مركا أن أشد إنا أتكيو مئزري قنتيق إنا أتكيستو أما نحرك يسونك إنا أتكيستو لتأليف خلاصة خلاصة أنيقو ألفية خلاصة أو في علم النحو علم نحوها كسوغان خلاصة أو كافية كفل لا نيسا من أحكمها ننك سوغا خلاصة ويكفل لا نيسا ننك سوغا والله إلهي أمبانا أرجو كرجيني أن ينفع بها إنو كو أنفعو الطلاب أرضي إنو كو أنفعو وأن يجعلها إنو أقردقو خالصة مثل خالص أو لوجه الكريم وجهيس شرفت له إنه إلهي ولي ذلك أرنكاك أوليك أولي والقادر عليه ككري أود أولنا إلهي وي سبحانه وتعالى وحيقوك اللي في كتابك إنا أنقرو باهيدة بغن أرضيدو أي أقبان سببت باهيدة كان ستين أولا بس ببوضو رقي أقوانت أولها أو ديسا حضركو يراضي iya haday jiraan iyagoo fanigan himaaliyay oo sidaad garanaysaa sidii loo baahnaa aan u akhriyeynin ama ardaydii loo baahnaa aan soo saareynin sida darteed waxa soo baxay meel kasta hadaad eegto cashir kasta hadaad eegto oo la dhigayo oo sheekh u dhigaya ama cid kale ay dhigayso aqdaasida kaga weeyda ayaa yar haddii aad eegtid xadiiska imika aqdaab badan oo jirta ayaa jira oo aan jeclayn runtii inaan halkan ka soo gudbiyo haddii aad eegtid tafsiirka aqdaab badan oo waxa jira runtii laga galo oo sida aad dareemaysid dee loo galayo ood arkaysid aayado idil oo sida loo macneynaya sidii loo baahnaaba ayna ahayn imika waxaad arkaysaa bal aayadan qur'aanka oo kale u fiirsada tafsiiradeena waddanka yaala walaa tacdu caynaaka oo kale haddaad u fiirsatiin culimmadu markay macneynayaan waxay odhanayaan indhaha gudbinina oo kale waxayna ahayd sidaa in lagu macneeyo maahayn waayo indhuhu maaha mafcuul waa faacil aayadda markay ku jiraan indhuhu yayna gudbin bay ahayd oo iyagaa faacila walaa tacdu caynaaka waa tafaasiirteenan imika waddanka taala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد إن ما أنت تاريخ ذا أيتهاي كنا فربقل حي صدقك بشي تبنات لبيه تبنك يجي وحين بلابند نبي إذن الله تعالى كتابك مجيء سليل هذا روح الإعراب وخلاصة القواعد وكتاب قالك شاشة ده إنه جم مقنية وكتاب قالك سيدا نرك إنه شاشة ده إنه جم مقنية أما إنه أرك إنه بإذن الله تعالى كتاب كأي نقنية وحمق عيسى اللي يلهذا سيدا إنه مقتة روح الإعراب وخلاصة القواعد كتاب كان أقول إذا مق عيسى روح الإعراب هنت إنه شرحنا وح إنه جافلا مق عيسى يا إنه جافلا كتاب كان مق عيسى وح تلماما يا إعراب تروح ذي إنه كهضلا يو وحكلو تلماما يا إنه قواعد كخلاصة دي سيكه الله يا أيو كتاب كان تلماما يا كتاب كان وحى مهمة كل إني إنه أجرنا وحيا بها وكتب تي كلين حواها كجد وين ياي كتاب كان أنا قاعد يا قري قرأ الكيس أنا رنتي بالضبط وما هيو لرب بلاد صدح بلاد أفر بلاد أنتو يقع قاتي سببت أنا بالضبط وهينين أنت بلاد كتاب كان قري ياي وحوي وحكرنا شيء كتاب كاني معد كان مجمع البحرين أرضي دي دروس تأين أقول جيني عشرة دي أن أقول جيني إيه كلا جو ناي ندي ياري أي أيان مركي دم بكو فكرة كتاب هان إن أنكو سال صارنا مركا كتاب هان أي إنكو سال صارنا وأنا عشرة سيدا أنجرنا إن أرضي دو أي قادني ين وقت دير أي قادني ين كده مركي كتاب هان أنكو سال صار إسنده فورمات إن كيس إيه إيه هبين تسي أم بن بدلي أو هالكو عشر كوكاها عشر مبسطة عشرنا وكاها عشر كوبن أم بن عشران تي عشرة سلك قرة أما النسك قرى أما وطيرة قرى قوة الصعدة أيان كان لغاية كل سيدة درت العشر هذا كتابك سيدة كم موقنده أنت ليلة سيو أيين أصميني أو كتابك عشر كستي أو نحوها أمرك إنو لغنو وحكا نح موقندونا ليلة سيو أيا كدن بين دونا أما كحيدي دونا أرضيق اللقو قياسيو فهن كيسو إنت أولي أجيهاي إيا فهن كيسو إنت أولي نقونا يبا سيدة أندرامي إن كتابك إن الوحيو كغدوي هاي كتب ديك على دقة تعبير تعبيرك أي نوع عبارين إنه أما عبارة هي هدفك أن أشيدنه أيها سيد دقيق أو حيال دير أو كتابك إنه تسندونا بإذن الله تعالى وحكالو كتبتي ورك قد ونانك را وحبضا أو كمذا وضوح الفكرة معناه هو حوي كلب قضية أتكهذا لسلاذة هاي قضية قرصان معها أما قضية شرح دير أباهن معها وقضية أرضي وهذا إيش أكون لفته أما الله معناه يبا سيدا أن دريمي إنه كجرنا يانا هذا إيش أكون لفته كأن جرنا إنه هذه الله معناه قضية إسك واضحة أو فكر بدن كقادنين
وحكلو كتاب كينا نكسفو بي أما أكتل مامي هي سهولة المعنى معنيه سأيا سهلا أعدك استبسي سهلا أي أفهم كريسا وحو كتاب كينا نكتل مامي هي كثرة تمارين لين سيادي يآد أبضا أي كتاب كوكو بي هي أما أيالانيا كتاب كينا نوحاذ كأرك دونا إنا لين سيادة إنت أقبضا قرآن كسوق هذا دونا تانا وحا إنو عدينا يلا لين سيادة إيا آيات كتاب كوكو آيات كوب ميبا معها كو كان نمبر واحد قرآن كأيان نمبر واحد إنه قتر أوليلس كأي سؤال لذا إيا أمثل ذا با أين كسوق هذا دورنا بإذن الله تعالى وحتى سالك وقف لنباب كجوازمت أوكلية بقول إيا أفر إيا طبان آيضاد وحكو دردو إن يركب ذا موليونا بقول إيا أفر إيا طبان آيضاد أي جوازمت أوكورا كسوق هذا دورنا وهل باب أي بقول إيا أفر إيا طبان آيضاد أي نحن عيان وحي تاسي كتوسي سا كتاب كمركا إنو نحق الله إن بضان أوكم إذا وحابان أو أركي دورنا با قفكو إنو موذبا إنو نحو با أهين قرآن كي أكتشرو أي نركي دورنا كل كان رقم واحد وحا أمثلة إيو ليلس يضا إيو أنكو تحليرين دورنا وا قرآن كا نمبر ثاني قبيق أي إنو صراع أي وحينو كو أركي دورنا لغا بقول إيا سيديد إيا لبا تنبيد أي كتاب كينا كان نحمقان دورنا أو قبي أولي منا أو شواهد أما ليلس نحن عيا أما صلب الكتاب أو أمثلة نحن عيا أما إعرابة كتاب كلا إعرابة يبا نحن عدونا بإذن الله تعالى كتاب كينا مقعيسى والروح العراب وخلاصة القواعد waxa cunwaanka sare ino raacsan hal gabay ayaa ino raacsan oo markii aan qorayay maalin maalmaha kamida ayaan xasuustay anigoo suuqa Hargeysa dhex socda ayaan cod maqlay waa naftayda ii sawireysa inaan cod maqlay codkaasi waa cod taahay oo sakaraada madaxa ayaan laadlaadiyay dhagahaana waan diyaariyay dhageysa ayaan isiri qofkan taahay iyo wuxuu xanuunkiisu yahay anigoo oo dhageysanayo isla bal codka taahay dhageyso ayaan dhagti markaan u sii raariciyay umman ka dul dhacay qofkan xanuunsanaya sakaraadkiiba inuu naxwihii yahay naxwihii oo Hargeysa ku bukooday waxa helay ugu bukoodayna waxa way dadkii loo nisbeeyay oo sidaad ogtihiin in badan oo kamid ah ay naxwihii jabinayso ama ayna xeerarkiisa ilaalinaynin naxwaha markii aan maqlay inuu xanuunsanayo oo taahayo ayaan ku dhawaaday markaas uu gabaygana igu soo dhacay سمعت صراخا وسرا وجهرة فقلت لها صبرا عسى يذهب الهم سمعت صراخا وسرا وجهرة فقلت له صبرا عسى يذهب الهم فقالت بملء الفم ويحاك لا تقول هرقيسا سجن العراب والناس يعلموا بكيت على العراب لما رأيتها مضيعة الأركان مبناها تهدم سمعت وحن مقلي صراخ النحوي نحوها تاهي سي قيل دي سي ايان مقلي سرا سي هوس اسغا او قيليا وجهره يا سي كر ابا اسغا او قيليا waxay ka dhigantahay xaalada kala duwan ayuu taahani marayay oo marna uu hooseeyay oo waa markan dhageysanayay marna uu sareeyay oo waa markan soo dhawaaday faqultu laha waxan ku idhi lahaadan waxan dhadig uga dhignay qawaacid ahaan baynu u qiimeynayna faqultu laha waxan ku idhi qawaacidki nahwaha sabran iska adkaysa ayaan ku idhi asa waxa xaqiiqa ah yadhabu alhamu murugadu in ka tagi doonto nahwaha ayaan la hadlayaayo arday ayaa soo bixi doonta si fiican ku taqaana oo murugadan iyo sakaraadkan ku haya adkaga bixi doonta adkaysa ayaan idhi hadii nahwa ahaan aanu qiimeynaynana faqultu lahu sabran bayna qanaysa halka laha ah lahu bay noqonaysa ilaa nahwuhu waa labe faqultu lahu nahwaha waxan ku idhi sabran adkayso asa yadhabu alhamu waxa xaqiiqa inuu murugadu ka tagi doonto ereyga casaa af carabiga marka la isticmaalayo waxa badan an baa daba dhacda mudaarica ka dambeeya an buu qaata casa an yadhaba qur'aanka haddaad u fiirsatiin wa an baa ka dambeysa inta badan waxaan arkaynaa casa an tuxibu shay'an ama casa an takrahu shay'an fahal casaytum in tawallaytum an tufsidu wa anta asoo kale waxaynu dareemaynaa an ayaa inta badan mudaarica gasha laakiin anigu antan ma gelinin oo casaa an yadhaba inaan idhaabay ahayd ma ogtahay casaa yadhabu baan idhi waayo waa la ogol yahay af carabiga in casaada anta laga tago mudaarica sida badan unbaa an lagu daraa laakiin laazim ma aha in an lagu daraa markaste kitaabka waxaa qoray abi leys asumali waa isla aniga weeyaan abi leys asumali abi leys ereyga leysihi waa aarka weeyaan ama libaaxu magacu leeyahay weeye kolka kunyadayda ayaa ahayd abi leys inta badan kunyada dadku ima yaqaaniin laqabka ayaa xoog badan abi leys asumali muhammad maxmuud cadur al khashiri ama khashir
sida aan dareemayno magacu asalkiisa allah u naxariistay sheekh geeriyooday oo la oran jiray sheekh cabdullaahi sheekh maxamed sheekh daahir oo kitaabkeenna gaar ahaan dabca thaaniya la socda oo aan kaga warramay sheekha ayaa magacan ii bixiyey ama naanaystan khaashica isaga ayaa ii bixiyey markii ka horreysa intuuna naanaysta ii bixinin bislaad nin sheekh siraaj la oran jiray ayaa magaca bislaada ii bixiyey bislaadka ayaan maalin weydiiyo ori sheekh magacan adi jiraaye bislaada maxaad uga jeedaa markaa wuxuu igu yidhi aabbahaana caduur buu ahaa oo caduurtu waa shaygu markuuna bislaanin midhuhu markayna weli bislaanin ee ay laakiin bislaadka ku dhow yihiin ayaa caduur la yidhaahdaa adiguna bislaad baa tahay oo midhihii oo bislaaday baa tahay buu igu yidhi markaasuu isla sheekha allah naxariistay sheekh maxamed sheekh daahir sheekh maxamed sheekh cabdillaahi sheekh maxamed sheekh daahir ayaa allah naxariistay ayaa sidii isagoo hadalkii ka duulaya ayaa yidhi khaashir kolka magacani horta halkaa ayuu ka baxay markii dambena tadawur buu sameeyey halkuu khaashici ka ahaa khaashici buu noqday ana gabayaagayga inta badan khaashici hal gabay ayaan magaca khaashici eeyada wata hal gabay ayaan isticmaalay oo la yidhaa fahada suraakhu lkhaashiciyi alasmacu gabaygaa suraakhu lkhaashiciyi ayaan isticmaalay laakiin magacu saxdiisa hore khaashic ayuu ahaa ilahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu inaga dhigo dadka isaga dartii u khushuuca ayaan ilahay ka baryaynaa haddaba kitaabkeenani muqadimo ayuu leeyahay muqadimada ayaynu ka bilaabi doonaa biidni illaahi tacaala muqadimatu lkitaab waa kitaabka muqadimadiisii alxamdu mahadilillaahi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allaha axyaa nooleeyey culuuma alcarabiya culuumta carabiga oo fa aynacad ay bislaatay bacdad mixlaaliha intay tirtirantay kadib wa rafaca allaha kor u qaaday darajaati man kuwii darajooyinkooga qasada u soo qastay naxwaha xaggeega waa naxwaha xaggiisa iyo carabiga xaggiisa wa khafada hoos u dhigay alladiina kuwa dayacuu dayacay oo watarakuu ka tegay tacallumaha inay carabiga bartaan wa acyaa welibana daaliyey fuhuum almaa'iliin kuwa ka leexday fahanadooda candarki ah inay iyada bartaan fa rajacad fuhuumtii iyo fahankii ayaa soo laabtay bikalaaliha iyadoo daalan ayay la soo laabatay kamaa axmaduhu sidaan ilaahay ugu mahadnaqayo wa acbuduhu ilaahay sidaan u caabudayo wa astaciinu bihi sidaan ilaahay u kaashanayo licisaami alumuuri umuurta waaweyn wa cidaaliha iyo umuurta mushkiladda ee dee la xallin kari waayey wa ashhadu waxaa kaloon qiraya an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuuna jirin ila allaahu ilaahay mooye waxdahu kelidii laa shariika lahu isaga cid la barbar dhigaa inayna jirin ama shariik u ihi shahaadatan shahaado iyo markhaati ayaan ilaahay ag u qiraya waafiyatan dhammaystiraysa bixusuuli darajaati darajooyin aakhiro inaan helo wa dilaaluhaa shahaadada hadhkeeguna waaqiyatun ay ka dhowrayso qofka u saaxiibka ah min xuluuli darakaad jaranjarada naarta inuu ku hoobto wa ahwaaliha iyo dhibaatooyinkee naarahaba wa ashhadu waxaa kaloon qiraya anna muxammadan nebi maxamed cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii inuu yahay alladii kaasoo nawara allaahu ilaahay uu ku nuuriyey bihi isaga alquluuba quluubta bacda dalaaliha intay baadida ahayd kadib wa asmaca bihi uu ku maqashiyey waqra alaadaan dhagaha culayskoogii oo wajalaa bihi uu ku sifeeyey rayn alquluub qalbiga dexalkiisii bisiqaaliha iyada nadaafaddeedii ayuu ilaahay ku nuuriyey sala allahu allaha u naxariisto calayhi dushiisa wa calaa aalihi aalkiisaba wa saxbihi iyo asxaabtiisaba oo wasallama allaha u nabadgeliyo salaatan salaad laa qaadica wax kala jara litisaaliha xidhiidhkeega uuna u ahaan xamdaladii kitaabka weyn iyo muqadimadeenii kitaabka haddaba muqadimada kitaabka waxaa loo baahan yahay qofku hadduu yahay qof carabiga garanaya ama luqawiya ama dee garanaya saniica culimada oo qof ilaahay balaaqo baray hadduu yahay waxaa lagu qiimeeyaa xamdaladiisani fanniga uu bilaabaya inay ka tarjumayso maalan kolka uu fannigani carabi yahay waxaad odhanaysaa alxamdu lilaahi aladii axyaa culuuma alcarabiya carabigii kitaabkan inuu carabi yahay baad ogaanaysaa adoon gudihiisa arag adoon cunwaankiisa arag wa rafaca darajaati man qasada naxwaha rafaca waa cilmigii rafcaha ka hadlayay haddana waxaynu uga jeednaa koruqaadkii man qasada naxwaha naxwuhu waxa uu tilmaamayaa waa cilmigii naxwaha ka hadlayay wa khafada aladiina hoos buu u dhigay kuwa dayacuu dayacay oo watarakuu tacallumaha khafada waxay ka dhigan tahay oo baraacatu listihlaal wax la yidhaha baa ku jira saddex baraaco ayaa jira baraacatu listihlaal mid la yidhaahayo tilmaamaysa xamdaladaadu inay ka turjumayso waxa aad ka warrami doonto qofka khadiibka ah ee minbarka fuushani markuu ummadda la hadlayo xamdaladu waa inay khudbadda oo dhan aad ka sii akhrisataa haddii uu soon ka hadlayo waa inuu yidhaha alxamdu lilaahi aladii amaranaa bisiyaam hadduu xaj ka hadlayo waa inuu yidhaha alxamdu lilaahi aladii awjaba calayna xaja baytihi alxaraam hadduu zake ka hadlayo ereyadii zakada waa inuu meesha ku soo daraa hadduu xaaraan ka hadlayo ereyadii xaaraanta waa inuu ka soo daraa hadduu fiqhi ka hadlayo waa inuu ereyadii fiqhiga ka hadlayay ku soo daraa uu dee sidaa dareemayso markuu nebiga ku salliyayo sala allahu calayhi wasalam waa inuu yidhahdaa sala allahu calaa man qaala khayrukum calaa man qaala
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كلام مثلا كل كأريدي حديث كفقه تلمامي وإنه كصادرة هذا حديث كهذا يو وإنه يري هذا آية القرآن كأيده كلا كصادرة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول أو كلا وحديثك هذا تفسير كهذا يو وكلا وإنه خد بديس كصادرة آية القرآن كأيده رب لها وحنكوج سودجني لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم هذه أرض يقول فربرشات كلها هذا يسدو يين لقد قرنها وين القراءة كصادرة سيدا يكتاب هذا إياه وين كصادرة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان كل كأيق وحوي وحذر كيسا علم جيبات مركات يمين يسا علم جيبات كهذا ليسا قراءة هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق أكله محنك إلى هذا كتاب هذا كهذا ليسا نون والقلم أكله قلم كي قلم كي أكله وين كورنتها هذه أتكهد ليس كل بموضوع أتكهد ليس وإناد كلمة ذهن أتكوب لا ليس أيهين كلمة ذك ترجمية كل كان مقدمة ذي نسيدا إنه أرك إنه عربي هي بكتيرة وبراعة الاستهلال رفعه بكتيرة خفضه بكتيرة نحوه بكتيرة أما بعد أنت كذب سببها يقولك اللي في كتاب كإنا عن قراء أيان هلك كسر أوروبي أما بعد أنت كذب فإني أنا أقول لما رأيت مرك أنا أركي حاجة طلاب العربية أرديد عربي جبران يسباهدا يقبان إلى فهم اللغة اللقدة إلى فهمان تزداد يده كل ليس يوما بعد يوم مالين بمالين تكتسي دم بيسو باهيدي أي كسي بضان أيسو سبب تباهيد الكين ستين ولقلة حداغه رق آذي آل أقوم أقول أبو كليه أو يراضي في بلادنا ودن ندين ودن كين رق أقوم بضان أولى أياكو يراضي وإهماله إيساق أولى ضيعي لدى بعض أساتذة العربية رق اللغة العربية أقوم تقول أي أستاذ اللغة العربية لغا قار كمدنا أكتو دي ويكو يراتيبا عزمت وحمقو آنسا دي مركا أن أشد إنا أتكيو ميزري قنتيك إنا أتكيستو أما نحرك يسونك إنا أتكيستو لتأليف خلاصة خلاصة أنيقو ألفية خلاصة أو في علم النحو علم النحو أكسوغان خلاصة أو كافية كف الله نيسا من أحكمها ننكسوغا خلاصة أني ويكف الله نيسا ننكسوغا والله إلهي أمبان أن أرجو كرجيني أن ينفع بها إنو كو أنفعو الطلاب أرضيد إنو كو أنفعو وأن يجعلها إنه أقدره خالصة من خالص أؤى لوجهه الكريم وجهه شرفت له إنه إلهي ولي ذلك أرنكا كأولي أولي والقادر عليه ككري أود أولنا إلهي وي سبحانه وتعالى وحيقوك اللي في كتابك إنا أنقرى باهيدة بغن أرضيد أي أقبان سببت باهيدة كان ستين أولا بسبب هذا رجي أقوان تقولها أو ديسا حلبك يراضي iya haday jiraan iyagoo fanigan himaaliyay oo sidaad garanaysaa sidii loo baahnaa aan u akhriyeynin ama ardaydii loo baahnaa aan soo saareynin sida darteed waxa soo baxay meel kasta hadaad eegto cashir kasta hadaad eegto oo la dhigayo oo sheekh u dhigaya ama cid kale ay dhigayso aqdaas sida kaga weeydo ayaa yar hadaad eegtid xadiiska imika aqdaa badan oo jirta ayaa jira oo aan jecelayn runtii inaan halkan ka soo gudbiyo hadaad eegtiin tafsiirka aqdaa badan oo waxa jira runtii laga galo oo sida aad dareemaysid deer loo galayo ood arkaysid aayada idil oo sida loo macneynaya sidii loo baahnaaba ayna ahayn imika waxaad arkaysaa bal aayada quraanka oo kale u fiirsada tafsiirradeena wadanka yaala walaa tacdu caynaanka oo kale haddaad u fiirsatiin culimadu markay macneynayaan waxay odhanayaan indhaha gudbinina oo kale waxayna ahayd sidaa in lagu macneeyo maahay waayo indhuhu maaha mafcuul waa faacil aayada markay ku jiraan indhuhu yayna gudbin bay ahayd oo iyaga faacila walaa tacdu caynaanka waa tafaasiirteena imika wadanka taala culimadu macneynayaan kolka waa xogaa yar sida aan dareemayno akhdaa badan oo noocaas oo kale oo xagga tafsiir kale oo xagga xadiis kale oo xagga fiqh kale oo xagga maqsuudka guud leh oo xagga maqsuudka guud iyo muhiimadda laga leeyahay cashir kale oo iska badan ayaa jirta oo runtii in haysata sida darteed waxa laga yaabaa ardayga hadii base-ka laga dhigo laga soo dhisay base-ka hoose hadii laga soo dhiso inuu waxa ardaygaasi noqdo nin wax fahma laakiin hadaan base-ka laga dhisin taa ardaygu waxa weeyaan sidaas uu isna ku sheekoobaya kolka sida darteed waxaan jecelaystay ardayda in base-ka laga dhigo laga dhiso kitaab dariiqadii maxaan ku jiraa labadii dariiqo koobsanaya dariiqatul mutaqaddimin oo qawaacid kiila sida ajrumigi iyo amridigi iyo dariiqatul mutaakhirin isna dariiqaana ku soconaya oo laylisiyadii leh oo kitaab labadii dariiq la jaan qaadaya ama labadii darba ka cabaya ayaan isku dayay oo iswaafajinaya labadii qolo oo ka qaacidada doonaya qaacidadii uu ka helayo ka doonaya laylisiyo badan oo laga shaqeeyana laylisiyadii badnayd uu ka helayo labada darba kitaab koobsaday ayaan jecelaystay inaan ka dhigno rabbi wuxuu ina waafajiyay isaga ayaa mahad leh kitaabkeenan inaynu soo saarno ama aynu qorno
المبادئ العشرة وحلقة مارمان كتابك مركز القريو وحلقة المبادئ العشرة إن أرضيها لو شرحوا أما دي سيدان قرانا إنه أفهمه مبادئ العشرة ما هم معنيه ونحوها أمباله فمي كستي الله برانا يا مبادئ العشرة بايلاده هذا حساب برانا يسو انت هذا برانين حسابته مبادئ العشرة وين هذا قانو يالتها هذا نحو برانا يسو مبادئ العشرة وين هذا قرانا يسو هذا صرفي برانا يسو مبادئ العشرة وين هذا قرانا يسو هذا تفسير برانا يسو مبادئ العشرة لتفسير وين هذا قرانا يسو هذا حديث أما فقه برانا يسو مبادئ العشرة وين هذا قرانا يسو علماء واحد إسلقرتين وحلى إلى المبادئ العشرة وانت هنفني قال ليح جلين أرض يقول إنه برتو لقمة مارمان إنه يتعي هذا نقوله يمكن شأن هذا هدجا وحي أي قانون مبادئ العشرة علماء ديني هري أي أتقاني هذا نشأن هذا وحلو أي قانا توصيف المساق وحنا يلهدين توصيف المسار أو كلام توصيف المساق أو كلام يلهدين وي أرضيجا أنت أونا شأن هذا أن لاب اللابن أستاذ كان من محاضرين كوجد سو جد بينيا وإنه سيع عشرة كور بحنا يا موضوع وقاضنا يورن وحي كسب سنين تاس أيال لقى ما مارمان نقول إيسا كل جوا إسلاء المبادئ العشرة وحي الأورنجري أموي مبادئ العشرة واتمان غضب وفنجة أدبرنا إيسا تعريف كيسة تعريف كفنجة أدبرنا إيسا وين تقعنا سببته تعريف قال لوجو بهني وحوي علمي بقى قال له ماي أرضي بقى تايو علمي بقى دوري سين أدبرتي علمي كان أدبرنا إيسا كتاب كان كتيرة ووح كامقان مثلا هذا هذا أرضي ناس قالوا ويرى هذا ألعاب ديبدا يسوق إيجا سالون تاي أو نروان كل دورينا أو تقاعدون محد رادين دونتا مساعد بدر رادين ما موبايل بدر رادين ضد كم حد ويدين هذا كتاب كان أدبر إسلا ده نح جشدون وعلمي بقى كعلم ماي واحد برا نسوا محي مجنون يسوي واحد برا نسوي وحبي هاي كل كأنت هذا فن نح جلين وأين أتلا هذا هرت فن نح هل كان أنكو برا نيا وامحي وين تسوي ديسو كل كواين أبلص عنكر تعشي خاجني هدو كبيرة وحي أدبر نسي أو فن نح كله وكوجو بيرة إنه فن نح كبحي وين أبلص عنكر تا فنجي إنه كبحي إيه إنه كبحي وين أبلص عنكرتها وحلي لهذا تعريف كفنجة وين أتقرن يسوع نحو إنه برنا إنه نحو وام حي لبا تعريف بيالني مثل قضاء يمد استلاحة تعريف كهرت وين أبرنا وقذب ككوبات قذب كلبات فائدة فنجة أتقرن يسوع أولي يهوى وام حي ما حد كفائدة يسوع فنجة وقت واقع بحية هنتبع لقى يا بني كعج بحيسو ده وحبذن بقعد كبحين يسوع وقت أي كعج بحية فائدة فنجة وام حي مسألة صدحات موضوع فنجة وكهض لي وام حي موضوع عفني قال واحد وعي موضوع ما كلمة ذو كحد ليا ما جملين بو كحد ليا ما وح كحد ليا أفعاش هذا سيدو فريستا إلى سيدو فريستا فقيقة كحد لا سيدو فريسان يس سيدو سعان يس سيدو حو إيه يس فقيقة كحد لا في علاه نقف قان جاره وسمينا يأرن الوافق قارك كحد لا هذا بعد هذا ركت فقيقة وح كبر لابا يس سيدو يستنشي سنيسو إلى وح كل ما ينا يقف من تيس الله ما يريه كل كاوي حمو فقري هل كاسو كهذا لي أوقف كا دانجار كأفعل الذي سي إلى أي كلا حساب تميجي إياه هذا الذي سي أيو كلا هذا ليا عقيدة دي وح ويقف كان وح عقيدين أي كهذا ليسا حديث كي وح كهذا ليا سنة دي النبي صلى الله عليه وسلم تفسير كي وح كهذا ليا آيات كي ربي دش يشرح يجي أيو كهذا ليا نحوه نوح كهذا ليا لقدي وح صحها مركز شيء كهذا ليسا محان صح محان صحهين مدة كلا وح نحوه كهذا ليا تعبير كان إياه آيات مركز الله بسيئه آيات داسي وح شيء جيسو ayadani wax ay sheegayso xukunka ay sheegayso waxa la yiraahdaa sida aynu garanayno waxa la yiraahdaa sida aynu garanayno waxan al master al mutasayyid ay u soo qaataan madmunul jumla walila madmunul jumla ufirso hada hadith nabi aragto hadith kan nabi waxa aad ka fahmayso luqad way ku sheegaysa sida darteed hada hadith soo dalishato oo macnihi loogu talagalay macna aan ahayn inuu soo dalishato amma aayad at soo dalishato macnihi loogu talagalay macna aan ahayn inuu soo dalishato cid ku qabanaysa waa naxwade qol luqawiga ku qabanaya wuxuu ku oranayaa war ninka carabiga yaqaana markuu hadalka sida ugu hadlo laga ma fahmo maxaa aad sheegaysid hadalkan inta uu baa laga fahma ee inta uu qaado iyo hadalkan intaas ka dambeeyo isagoo sidan loo dhigay ayaa sida kale loo fahmi karaa la soco kulka wuxuu ka hadlayaa naxwi mowduucaadki naxwaha waa qodobka saddexaad تعريف وقذب ككوبات فائدة وقذب كلبات موضوع وقذب كصدح هذا هل كنا نحوه كهذا لدونا فضل جنوا فضل كوسو أروي فن جنات براني سو قذب كأفراد نسبه وفن جن يفنون تكلي هذين ليسكو محيكو كل دويهين وقذب كشنات واضع يا وجوه رئي فن جن وحكة قري قذب كواضع والحات تضبات كوا اسمك فن جن مجلس ويهاي سديلات وفن جن هل كلا صارن بالقاتي سجالات وشرع وحكم كأويري ما صنع برشيد يسوع مواجبة مكراهية محرام با محين غنيسة قلوب كتبنا ده وجودن بيوا مسائل مسائل شو حوي قواعد كجود فنجو وكهات ليو قواعد كيف فنجا أيها الكنال دوري يأني نكوجان طبعا كقلوب بهرت لقى مارمانا
المبادئ العشرة ومبادئ طبنك النحو نحوه لغة لغة أهان له وحاوصق نادي عدة معان دور معنى ليح معنى أيو نحوه لغة كي مادا قال أنا واحد هذا انتظر معنى أيو كي مادا ليح لي معنى إيريق نحوه لغة كي مني يبليك هذا هو حلقة يابا خلافك وحيابها كينا وحكا مضى نحوه يسوي مثل ليح معنى كما إيمانين إيري هذا إنو أرقنا حديث كتيرا أول نحوك شاكينا إياه نحوها ليح دا معنى كاتكو حنباريسو إلين إريج نحوها لقد يلح معنى أي أبوي مذا ما تضرب معنى أبوي مذا هذا إنه أرجنا وإنا ذي لقويين تأينه أي إنك ساعدان أي إن يلهدين إريج هذا مال نوع عاية كلا دعه لحدي معنى كاسم بالق هذا نيا كاسم بالق هذا نيا كاسم بالق هذا نيا مسائل كخلاف كأيف وجهدنا وحكينا يريج هذا النوع عنه كلا إما كإمام الشافعي إمام أحمد وكل مسألة إسقها يستان باشرة أورنا يا جبر هذه لفرو أي جبر دون أي عادة لا يضحي جبر ير هذه لفرو ما واحد كل عادة ترس كل عدة ترساني صدح جارين يديك عاركته إمام أحمد ساس وقبا مثل واحد يكون عدة ترساني صدح جارين يكمل يدته إمام الشافعي وقبا ما يديك كونك وقت جيبا كلا إيران أيه وأيو ظهارة هذه اللي لا ظهارة هلاطيريو شن يتمنى رارض بأوير ظهارة هل كي ظهارة شن يتمنى رارض بأوير لكن عاركته هذه اللي لا هلاطيريو عاركتي دي صدح رارض بين قنكر تدوم الكسيد وبدين هني أفر رارض أيه نقول إيسا كونك من ندي شن يتمنى من صدح رارض هلاطيريو وقت جي آد وكل دق دقة ياسيد أركيسيد واحد علماء يسكو قبتنا لبض إمام يسكو قبتين كلمة قرآن إلهي بالا والمطلقات يتربصن أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثلاثة قروءا إلى هاي آيات القرآن كأكو شيء ثلاثة قروء إرجن قرء الله قد وام حي صدق قرء إمام قرء يقول الله معنوا لقد وجدنا مر ولا ديجا مر نوام ما يرشد إمام الشافعي إنما يرشد وقاط إمام إحنا ديجو قاط كل كإمام الشافعي مر كل ويدية اللي ما حد ديجا ككل حتى ما يرجع إلا والله معنوا يسبر برياله حتى ميت أدرج قاضتنا ترجعهم بلا مرجع وخطر ما عاد كان قاضتك ككل وقتك إلا إرجع الله بضم معنا بقول هاي وإن القرينة شيكتها أما أتنا في عقلي النبي قصدناها أما أتنا جبر ساس أيكون عدو النبي قصدها أيو كله تلي وإن ذحين أوران كرتها إمام الشافعي وعيوني ما دام وماشان يخرحمك وياي الله بينا يوم ونمك هري نمك ضب بيوه إلا كلا إلى علينا يا نصر كونه ما يسكو بيرين وياي كوقت قدر له أي برا هذا أيه بنتك في عن بيوه كبرا كوقت قدر له بنتك في عن كأي قاضي بيوه مرك إمام الشافعي وحين أركض أن النحو نحوها لغة لغة وله عدة معاني أو معنى أيوه يالا القصد وقصد ككوكوبات وحال إلى هذا نحوت وحنو قصدي نحوك حقا عقا كل نحو كذا ضمب واجهه هذا لكن نحوت ظهر أي قصد نحوت وانو قصدي نحوك كلا بعد المثل أولا مضأ وحي عربت جاهدين علي علي نحو عمر وعمرك له نحو داويا أي إمك نحوه أو كلب نقنيا أما مثل نقنيا معناها صدحت والمقدار قياس وحال إلى علي علي وحا أصب ناضي علي دوش إذا نحو ألف كن قياسي قياس ويمك مقدار بوك نحو قاسي وقشرة معناها أفراد القسم وقيب وحي عربت جاهد إن تنقسم هذه المسألة مسألة ذني وحي أقيب سميسة إلى أربعة أنحاء إلى أفر نقيبات أنحاء تقدم بوجمع نحو نحوها سنوى أقسام وقسم وي وإلى أربعة أنحاء أنحاء هذه أقسام كأنه واصح إلى أربعة أقسام كاف كشناد وبعض أكلت وحن عني نحو الطعام وبعض الطعام عربت ويجهد عنتظر قيب كم إذا أيان عني وعقل قاعد كحشون أي عنتظر لقوا كان إنا ضوضع عنتو ده مثلاً أكل لقوا ما بيسكرين يا أضاهو نال قلي عنتظر البضي وحل لقوا بيسكرين يا مسألة هذا قام مرتي أقولي عد كذا ما قلي كل كهدي أنت يا ريدا لقوا صهر لقى بعض وضع عنتو ده سيد إنه قرن إنه عنتظر نقالي بيهان شرتي وده ضد كذا قال بدن مراهين كل كهدو قف قل أكلت نحو الطعام ما هاتكم معناه نساء كلك أنت بدنا واحد عربت أيكم معناه نجري وبعض الطعام وعقل جا شيء جي إن ددتكم كم مامونسية أديك إسكك هوريسي إن أنت أوجتكتو أما أضوح أوجتكتو أكلت نحو طعام وبعض الطعام كل حد والجهة ويان أردن عبو سناء هانجري وهذا نساء قصدت نحوك ونحو كذا قصدت واحد نقصتي نحوك حاجة أي جهتك لحدي معنا والجماعة واحد كل مية معاني نحو نحوها معاني ديسا في اللغة اللغة بعضهم علماء قاركون بقوله هذا الكيس أيك كل مية ننقب يا أقرب كوروري وحجري قسط ومثل جهة مقدار قسم وبعض قاله الأخيار قسط وقسم نحوه قسط بو نقضى ومثل وعلم نقشه جهة واجهه مقدار وقياس قسم وقيب وبعض يبر قاله واحد معاني ذا لحدي أشياء الأخيار فقي أخيار تاها رجع غربة تضبك دقي أو مثل حا مثل ضواتك دري وجمعها واحد كل مية أيضا الداودي وشيخ داودي الليلة مع زيادة معنى معنى يسوى كل زيادين يسابع تضبات بقوله هذا الكيس أي كسوء أوروري وحي يلي للنحو سامع معاني قال أتان لغتان
جمعتها ضمن بيت مفرد كملا قسط ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف فاحفظي المثلا للنحو نحوه أي أصب ناظم سبع معان تضوم معنو قد أتت ويتمي تضبضها لغة لغة أي كتمي جمعتها أنيغا أروريي ضمن بيت بيت بان كدح أروريي بيت مفرد كالي ذيئة كمولونا لما يسترمي أو تضبضي معنى هل بيت بان كسي أروريي قسط وقسط ومثل وعلمت نقشه ومقدار وقياس وناحية واجهه نوع ونوع وبعض وبر وحرف وهريرتا إريق حرف هريرتا لو يقانا ومن الناس من يعبد الله على حرف مركو إلهي ليهي ومن الناس ذاتك وحكا مذا من يعبد الله عيد إلهي عابديس على حرف عبادة برتنك أمجليس إيقو حيد حيد محد مدى دينتا إنا إسكا إلا علينا يعني. كل كدين تنتي درف كسوة شوك سدام بيدونا يعني يا جو دين تي أنا إسود الديبين إن دين عاك يقدر سدام بيدونا يعني ومن الناس من يعبد الله على حرف كل كهذا خير هلا نويسي ديرنا يعني هذا خير ويا نو دبل كل ما أنا دبل يو نقرأ يعني أو واحد مودي يعني دين تويني سبب يكون نقطعي أنت واحد كأور بحنا نحوه لغة أهان وحكوية هاي إصطلاحي بأيهمي هذا الأرض يروح على جاي يعني أرضي دقائق كتكو أتكاته لغة هي إصطلاحه لغة هي إصطلاح حرت محلك اللي إذا أصلها هم بقى وحوي إري مكان صاقاته لقد واحد لو يقان ددوينه وحي يقانين استلاحنا واحد لو يقان ضد جارس ليه كوه شيء مثلا هذا سد إمك إنك أنت هل كي ننفرد ذا هذين كوه شيء إنه كالي إري كالي أ تك هذين كوه شيء إنه هذا كالي كوه دادم حد سمين إسا شيخ عدنان واتقيسة شيخ مصطفى هذا كالي كوه دادم حد سمين إسا واتقيسة كل كه قف أن لقد الصومالي أقولي بقولي إيد لقد الصومالي كا واحد أورن إسا إري كالي أمرك معنيين إسي واللقد إريك كالي هو إي إمو لقد هو معي هذا واسيدة دادوينه يقانو إيك استلاحة نمانك هل كاتشوغنا إنك علينا تلمامي يا موقت استلاحة هشيس استلاحوه هشيس نمانك هل كاتشوغا لكن كالي دي وحيكو هشيين إني أقاطان محي إسكتك لكن واحد ليلي إنت بدن واحد ليلي إريك استلاحة لو قادن إريك اللقد لو يقاني وإني إسكو دويهين إذن تصالحان هذا عنو أنبيحيي أو كلا أين إسكو ديد نقنين لبا إريو إسكو دوهم با استلاحة يلو قدوا إن إسكو دوه هذا حقا معنى أهان كلكا لقد تضبضا معنى أماليح دا معنى أي نحوها كو أهيد وحا يمد نمن إيجي هذا لك محاسا حان محا خلدان نحاد با لو بحييو إريك فعي نحاد با لو بحييو إيجي نحاد با نقدان علمي قوغين نحوي أولا بحين علمي قوغين محاي أولا بحين علمي قي سحدي يخلط كو الشيكين يأي عرابطا محاي أولا بحين نحوي أولا بحين وحال إن ما جاء عن نحوي حبوك يمد علمي قام يبقى تفسيره بحيان إلا إن كلمة دو شرحية آية تفسيرنا هو واحد لشرحية سوما علمي قام من محا تفسير لوجو بحين واي محي أولاد دورتين ما جاء عن نحوي أكو معانكم ملايين ما جاء عيات شراء محاك اللي فيني نحو قاطان علي بن أبي طالب أيو ننكي كوباد لتشضي أبي أسود الدؤالي أو ننكي نحوها الدجيئة أي علي بن أبي طالب لتشضي علي بن أبي طالب لقويبو أهاسد عن دريم إنه عربتي هرودا بل قويين بيهاين ووحي يقانن هذا الكيسة خلطان إيا كيسة صحان يقول نحوها ديغانن أيو هدنا هذا الكوكو نحوي سنا كوكا واحد علي مركو لطشضي أيو علي كلمة إيا قيبه إيا كهضلي إن إيا أخوات كيدي أيو كهضلي علي بان نحوي سنا لو قرية عشرة كميدة أيو سيي انتا سوي إسلي انتا سوي إسلي مركاس الله هضلي علي يوم يقول ننكي أنحو نحو هذا بويل أنحو ونحوها أمر كيسي أنحو قصد بويل نحو هذا كحديثة كعشرة أنكسية أو كله قصده هذا الكعربات أنت تحرع قصما يسوع وحي إسكنوا عبر عمان قصماء أو عشر قصماء كل كا أنحو ذي علي ويلي وقصد دي ويلي أي كل كا أي علماء دينا أي لهن فن جن أي النحو نراهنا ساعة صهر تفن جن نحو اللي هو بحيه كل كا نحوه علم جي إعراب تأي بينها كحد ذي بعلماء ذو كذا جن وكان تعريف كيسي حده حد كيسو في اصطلاح النحات النحات سيده يكون هشيين مركا نحوها الله تعريفين ايوا اصطلاح هذا وضدك قارك هاي النحات ها وحي نحوها وبحيين هو علم وان لبرته باصول قواعد وان لبرته قواعدك او تحفظ اي الى لنا يسو مراعاتها دوريديدو اللسان عربك ايي كا الى لن عن الخطا انو كغفو في النطق حق هذلك قلت النحو وحا لو يقانا ان قواعد يا حيرر لبرته حيرر كاسو الله حفتيانا عرب كاغا اي خلط كا الى لنا يان عرب كاغو انو خلدمو حيرر كا الى لنا يان اي كورن اي فاعل كوا لقودا اي كورن اي مفعول كوا لكردبا اي كورن اي حرف كجار واد كو كدن بي يوال لهوس لغا كورن اي مضاف مليه قوة مجرور حيرر كاسو كالي اي هرت النحو اللي هو يقانا حده نحوها حد كيسو
في اصطلاح النحاة هشيس كنحاة مرك الله أجو هو علم وعلم يجرشه بأصول قواعد لجرتو إريجن أصولي وقواعد بأصول بالجرنا يا قواعد قواعد كأو تحفظ أي إلى علينا يسوع مراعاتها دوريد دو قواعد كنا ضاد دور توحي إلى علني اللسان عرب كاجي إلى علني عن الخطأ يقف بيك إلى علني في نطق حاجة هذا الكو كوقفه عرب كاجنا خلط كلا جاي إلى علنا يا وحل يده هذا سدا فقه وفعل كاجي قف وجا إلى علنا يو أيول نحوهنا عرب كاجي قف وجا إلى علنا يا كل كا مدن عرب كيبو إلى علنا يا مدن فعل كيبو إلى علنا يا سدا لماذا معناين يا كل كا وحقا ير سيدا أندريمي إنه أخذاب بدن أو إنه عاصو كلا أو حاجة تفسير كلا أو حاجة حديث كلا أو حاجة فقه كلا أو حاجة مقصود كجود له أو حاجة مقصود كجود هي مهمة اللي قاله هي عشر كلا أو إسكاب بدن أيها شرط أورنتي إنها هي ستها سيدا درتين وحلاقة يا بأرضك هدي بيسك لقى دعو لقى صادس بيسك هو سهدي لقى صادسه إنه وحقا أرضك عسى نقدني وحفهمه لكن الدم بيسك لقى دسين تأرضك وحويا سيدا سوم بيسنك شيء خوبية كل كسيدا درتين وحن شاء الله يستي أرضي إن بيسك لقى دعو لقى دسه كتاب طريقة دي محاكوا على الله بدي طريقة كابسنا يا طريقة المتقدمين أو قواعد كيلة سيد أجرومي يا عمري دقيقة طريقة المتأخرين اسم طريقة أنا كوسعنا يا الله يلسيا ديله أو كتاب الله بدي طريق بالله كان قاضي أما الله بدي دربك عبيا أيا نسكت أي أو إسوافتشنا يا الله بدي قلوا أو كقاعدة الدون يا قاعدة دي وكهليه كدون يا الله يلسيا بدن الله كشقي أنا الله يلسيا دي بدني وكهليه الله بدا دربا كتاب كوب صدق أيا إن شاء الله يستئن أنكر لجنو ربي وح إنه وافتشي إسق أيام هذا له كتاب كين إن إنه صوصارنا أما إنه قرنو المبادئ العشرة وحلقة مارمان كتاب كمرك القريو وحلقة المبادئ العشرة إن أرضيها لو شرحها ما دي سيدان قرانا إنه أفهمه مبادئ العشرة ما هم معنيه ونحوها أمباله فمي كستي الله برانا يا مبادئ العشرة بايلها هذا حساب برانا يسو إنت هذا برانين حسابته مبادئ العشرة وين هذا قانو يالتها هذا نحو برانا يسو مبادئ العشرة وين هذا قرانا يسو هذا صرف برانا يسو مبادئ العشرة وين هذا برانا يسو هذا تفسير برانا يسو مبادئ العشرة لتفسير وين هذا برانا يسو هذا حديث أما فقه برانا يسو مبادئ العشرة وين هذا قرانا يسو علماء واحد إسلقرتين واحد إلى المبادئ العشرة وإنت هنفني قال ليح جلين أرض يقول إنه برتو لقى مارمان إنه يتاعي هذا نقوله يمكن شامع هذا هدقة وحي أيقان المبادئ العشرة علماء ذي هري أي أتقاني هذا نشامع هذا وحي أيقان توصيف المساق وحن يلهدين توصيف المسار أو كلام توصيف المساق أو كلام يلهدين وي أرضيك أنت أونا شامع هذا أن لو بالله أستاذ كان من محاضرين كوجد سوجد بيني وإنه سيع عشرة كور بحنا يا موضوع وقاضنا يقولني وحي كسب سنين تاس أيا الله كما مارمان نقول إسا كل جوا إسلاء المبادئ العشرة وحي لورنجري أموي مبادئ العشرة واتبع غضب وفنجة أدبرنا إسا تعريف كيسة تعريف كفنجة أدبرنا إسا وين تقعنا سببت تعريف قال لو بهي وحوي علم با كعلم أي أرضي با تايو علم با دوري سين أدبرتي علم جان أدبرنا إسا كتاب كم كتيرة ووح كامقن مثلا هذا أرضي ناس قالوا ويرى هذا ألعاب دي بده يسوق إيجا سالون تاي أنيروهم كل دورينا أتقاعدون ما حد رادين دونتا مساعد بدر رادين ما موبايل بدر رادين ذكر ما حد ويدين هذا كتاب كان أدبر إسلا هذا نح جشدون وعلم باك على ما يه واحد برهن سواء محي مجنون يسيب واحد برهن يسيب يقول فيه هاي كل كأنت هذا فن نح جلي وين أتلا هذا هرت فن نح هل كان أنكو برهن يا وامحي وين تسوي ويديسو كل كواين أدلس عنكر تعشي خاجني هدو كبيرة وحي أدبرهن يسي أو فن نكله وكو بيرة إنه فن نك كبحي وين أدلس عنكر تا فنجة إنه كبحي إيه إنه نكبح وين أدلس عنكر تا واحد إلى هذا تعريف كفن نجا وين أتقرن يسوا نحو إنه برهن ينعي نحو وامحي لبا تعريف بيالني مد لقضاء يمد استلاحه تعريف كهرت وين أبرنا وقذب ككوبات قذب كلبات فإذا ذا فن نجا أتقرن يسوا أولي يه وامحي ما حد كفائد يسوا فن نجا وقت باك كبحي هنتي بالجا يا بيني كبحي يسوا تي وحبذن باك أذكر بحنا يسوا وقت أيه كبحي فإذا ذا فن نجا وامحي مسألة صدحات موضوع فن نجا وكهض لا وامحي موضوع عفني يعني واحد وعي موضوع ما كلمة ذوك أحد ليا ما جمله يبوك أحد ليا ما وحوك أحد ليا أفعاش هذا سيدو فريستا إلى سيدو فريستا فقيك أحد الله سيدو فريستا يس سيدو سعانا يس سيدو حوئي يس فقيك أحد الله فعلا نقف قان جاره وسمينا يأرن الوافق قارك أحد الله هذا بعد هذا ركت فقيك وحوك بالله يا سيدو استنجي سنيسو إلى وحوك دمينا يقف من تيس الله ما يريه كل كأوحي مفقهي هل قاسو كهضلي أو قفك دانجار كأفعي الذي سي إلهي كلي حسار تميي إيا هذا الذي سي أيو كهضلي عقيدة دي وحو يقفك نوحو عقيدين أي كهضلي حديث كي وحو كهضلي سنة دي النبي صلى الله عليه وسلم تفسير كي وحو كهضلي آيات كي ربي ديش يشرحو بي أيو كهضلي نحوهن وحو كهضلي لقضي وحي صحها مركات شي كهضلي صوب محان صحا محان صحا حين
مدة كلا وحو نحوه كهذا يا تعبير كان يا آيات مركل الله بسيء آيات داسي وحي شيء جيسو آيات دني وحي شيء جيسو حكم كأي شيء جيسو وحلا يراه هذا سيدا أينو قرانا إنه نننن وحلا يراه هذا سيدا أينو قرانا إنه وحن المستر المتسيد أي أساقاتان مضمون الجملة بليلة مضمون الجملة أفرصه هذا الحديث النبي أركته حديث كان النبي وح أتكفه ميسل قدوي كوشي ليس سيدا درت هذا الحديث سود ليشته أو معنيه لوجو تلاقى لي معنى أنا هين ذو سود ليشته أما آيات أتسود ليشته معنيه لوجو تلاقى لي معنى أنا هين ذو سود ليشته عدة كقابنا سواء نحو دي قل لقوي جاك قابنا يا وحكو أرنا يا ورنك عربي كي يقال نمرك هذا القاصد أوجو هذا الله لقى ما فهمه ما حد شيء جيسي هذا كان أنت أوجو لقى فهمه أنت أوجو هذا يا هذا كان أنت هسأقدم بيو إسقاط سيدا لورد يا سيدا كلنا لو فهمي كراي لصعه كل كأوجو كهذا يا نحوي موضوعات كي نحوي وغضب كصدحات تعريف وغضب ككوبات فائدة وغضب كلبات موضوع وغضب كصدحات هل كنا حوه كهذا لدونا فضل جونا وفضل كوسو أروي فن جنا تبراني سو غضب كأفراد نسبضو وفن جنا يفنون تكله هذه لا يسكت لا يسكت إيه وما هيكو كل دوينهين وغضب كشنات وضع يا أجور إيه فن جنا وحكة قري غضب كوضع واللحات تضبات هو اسم فن جنا مجلس ويهي سديلات وفن جنا هل كلاك صارن بالقاتي سجالات وشرع وحكم كأويري ما صنع برشيد يسمى واجبة مكراهية محارمة محين غنيسة قلوب كتبنا ذا وجودا بيوا مسائل مسائل شو حوالي قواعد كجود فنجا وكهات ليه قواعد كيف فنجا أيها الكل اللي دوري يأني نقول عنه طبعا كقلوب بهرت لقمة مارمانا المبادئ العشرة ومبادئ طبعا ك النحو نحوه لغة لغاها له حاصلنا ذي عدة معان دور معنا ليح معنى أيو نحوه لغة كوي مادا قال نواحد هذا تضرب معنى أيو كوي مادا ليح لي معنى إيرج النحويه لغة وكوي من يبلاك هذا ما واحد لقيا با خلاف وحيابها كأنه واحد كمدة نحويه يسوي مثل ليح معناكم إيمانين إيرج هذا إنه أرجنا حديث كتير أو نحوك شاكين أيه نحوها ليح ده معنى كاتكو حي كاتكو حنباريسه لأن إيرج النحوها لغة ليح معنى أيو كوي مادا ما تضرب معنى كوي مادا هذا إنه أرجنا وإلى ذي لقويين تأينه أي إنك ساعدان oy in yiraahdeen ereygu haduu meel noocaayo kala dhaco lixdi macna kaasun baa la qaadanaya kaasun baa la qaadanaya kaasun baa la qaadanaya masaa'ilka khilaafka ee fuqahaadana waxa keenaya ereyada noocaan oo kala ah imika imaamu shaafici iyo imaamu ahmed oo kale masala isku haystaan baa jira oo oranaya gabadh hadii la furo ay gabadhuna dhii ay caado leedahay gabadh yar hadii la furo ma waxay ku caado tirsan ku cida tirsani saddex jeer inay dhii ka aragto imaamu ahmed saas u qaba nisa waxay ku caado tirsani saddex jeer inay ka maydato imaamu shaafici wuxuu qaba maydiga kanka waqtigi ba kala dheeraanaya waayo dahaarada hadii la yiraahdo dahaarada loo tiriyo 15 dharaarood ba ugu yar dahaarada halkii dahaarada 15 dharaarood ba ugu yar laakiin aragtida hadii la yiraahdo loo tiriyo aragtidi de 3 dharaarood bay noqon kartaa dumarku sidii u badan yihiin iyo 4 dharaarood ayay noqonaysa kanka midna 15 midna 3 dharaarood hal la tiriyo waqtigi aad ugu kala degdegaya sidaad arkaysid waxay culimadu isku qabteenna labada imaam ay isku qabteen kelimatu qur'in ilaahi baale wal mutallaqatu yatarabbasna أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثلاثة قروء ذن إلى هاي آيات القرآن كأكو شيء ثلاثة قروء إرجن قرء الله قد وام حي صدق قرء إمام قرء يقول الله معنوا له قد وجرا مر وديك مر نوا ما يرشد إمام الشافعي نما يرشد وقاتل إمام أحمد ليق وقاتل كل كإمام الشافعي ملك اللي ويديه اللي ما حد ليق ككل حتى ما يرجع إلا والله معنوا يسبر برياله حتى ميت أدرج قاضتنا ترجع بلا مرجع وخطر ما عاد كان قاضتك كلا وقتك تقول إن إرجي لبضة معنا بقول هاي وإن القرينة شاكتا أما أتنا فعل كي النبي قصدنا ها أما أتنا جبر ساس أي كل عدو النبي قصدها وحقي أيو كل تلي وإن روحون أران كرتا إمام الشافعي وعيري ما دام وما شني رحمك وياه الله بينا يوم وننك هري ننك ضب بيوه إلا كلا إلى علينا يا نصر كونه ما يسكو بيرين وياي كوقت قدر له أي برا هذا أيه بنت كوفي عن بويلي كبرا كوقت قدر له بنت كوفي عن كأي قادر بويلي مرك إمام الشافعي وحين أركض أن النحو نحوها لغة لغة وله عدة معاني أو معنى أيو يالا القصد وقصد ككوكوبات وحال إلى هذا نحوت وحنو قصدي نحوك حق هذا كل نحو كذا ضم بواجهه هذا لكن نحوت ظهر أي قصد نحوت وانو قصدي نحوك كلا بد والمثل أولا مضأ وحي عربت إلى هذين علي علي نحو عمر وعمر وكاله نحو داويا أي إمك نحوه أو كلاب نقنيا أما مثل نقنيا معناها صدي حد والمقدار قياس وحال إلى علي علي وحا أصب ناضي علي دوش إذا نحو ألف كن قياسي قياس ويمك مقدار بوك نحو قياسي وكشرا معناها أفراد القسم واقيب وحي عربت إلى هذين تنقسم هذه المسألة مسألة ذني وحي أقيب سميسة إلى أربعة أنحاء إلى أفر نقيبات أنحاء تقدم بوجمع النحو نحوها سنوى أقسام وقسم وي أو إلى أربعة أنحاء أنحاء هذه أقسام أنك ينوى صح إلى أربعة أقسام كشناد وبعض
أكلت وحن عني نحو طعامي وبعض طعامنا عربت ويله عن طلا قريب كم إذا أيام عني وعقل جاك كحشونا عن طلا جو كان إناد وضع عن طو ديو مثلا أو كان لجو ما بيسكرين يا عضه ودال قلي أو عن طلا البضي وحن لجو بيسكرين يا مسألة عادي جو مرتي أو جوري عيد كذا بقى قلي كوك هذه أنت يا ريدا لجو صهر لجا بعد وضع عن طو تسيد إنه قرن إنه عن طلا دون قالي بيهان شرتي وده ضدك بقالة بدل ما لهين كوك هدو قف بقول أكلت نحو طعام معكم معنين يسا كلك أنت بدنا واحد عربت أيكم معنين جيران وبعض الطعام وعقل جاك شيء جي إن ددت كان كم ما منصية أديك يسكها الرئيسي إن أنت أوجتكتو أما عضو حوجتكتو أكلت نحو طعام وبعض الطعام كل حد والجهة ويان أردن عبو سناء هانشري وحضرني يسا قصت نحوك ونحو كذا قصت وحنو قصتي نحوك حاجة على أي جهتك لحدي معنا والجماعة وح كل مية معاني النحو نحوها معاني يسا في اللغة اللي قضى بعضهم علماء قاركود بقوله هذا الكيس أي ككل مية نجبا يا أجب كأروري وحجري قسط ومثل جهة مقدار قسم وبعض قاله الأخيار قسط وقسم نحوه قسط بون قضى ومثل وعلى مدنقش جهة وجهه مقدار وقياس قسم وقيب وبعض يبر قاله واحد معاني لحدي أشياء الأخيار فجي أخيار تاها رجع غربة تضبك دقي أو مثل حق مثل ضوات كدري وجمعها وح كل مية أيضا أداودي وشيخ داودي ليلة مع زيادة معنى معنى يسوع كل زيادة يصابع عن تضباط بقوله هذا الكيس أي كسوء أروري وحجري للنحو سامع معاني قال أتان لغتان جمعتها ضمن بيت مفردين كملا قسط ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف فاحفظي المثلا للنحو نحوه أي أصب ناضي سبع معان تضوى معنى قد أتت ويتم تضوى لغة لغة أي كتم جمعتها أنيغا أروريي ضمن بيت بيت بان كدح أروريي بيت مفرد كالذيئة كمولونا نميسترمي أو تضوى دي معنى بهال بيت بان كسو أروريي قسط وقسط ومثل وعلم النقش ومقدار وقياس والناحية وجهه نوع ونوع وبعض وبر وحرف وهريرتا إرجع حرف هريرتا لو يقنا ومن الناس من يعبد الله على حرف مرك إلى إليه ومن الناس ضدك وحكم إذا من يعبد الله عيد إله عابد يس على حرف عبادة برتنك ومجل يس يجوا حيد حيد ما حد مددين تين يسك إلى علينا يان كل كدين تين تدرف كسر شوك سدام بيدونا يان يجوا دين تي أنا إسود الديبين إن دين عاك يردر سدام بيدونا يان ومن الناس من يعبد الله على حرف كل كهذا خير هلا نويسي ديرنا يان هذا خير ويان ودي بلا كل ما ندي بيون نقانا يان أو واحد مود يان بدين تين سبب بكون نقطعي أنت واحد كأور بحني نحوه لغة أهان وحكوية هاي اصطلاحي بعيمي هذا لا أرضي جو حلقة يعرفين أرضي دقائر كتكو أتكاته لقد هي اصطلاحه لقد هي اصطلاح حرت المحلك اللي يدعى صلاح عنبا وحوي إيري مركان صاقاته لقد وح لو يقان دد وينه وح يو يقانين اصطلاحنا وح لو يقان دد قارس ذي كوه شيئين مثلا حتى سد إمك إنك أنت هل كي ننفر ذا هذي نكوه شيء نك كالي إيري كالي تك هذي نكوه شيء نك هذا كالي كوي رادم حد سمين سا شيخ عدنان وتقيسة شيخ مصطفى هذا كالي كوي رادم حد سمين سا وتقيسة كوكا قف أن لقد الصومالي جا أقولي بقولي إيد لقد الصومالي جا وحضرنا إسا إريجا كالا يا مركز معنيني سي ورلقد إريجا كالا هو إيه إمو لقد هو معي هذا واسيد الدويني هو يقانو إيه استلاحة نمانك هل كاتشو جنا إنك على إن تلمام يا مبتة استلاحة هشيس استلاح هو هشيس نمانك هل كاتشو جنا لكن كالا دي واحد يكون هشيء إن أقاطان محي إسكتك لكن واحد يجري أنت بدنا واحد يجري إريجا استلاحة لقى عضني إريجا لقد لو يقاني وإني إسكود ويهين إذا تصالح هذا عنو أم بحيه أو كلا إني إسكود ديد نقانين لبي إريجا إسكود ومبا استلاحة يلا لقد وإني إسكود وهذا حاجة معناهان كل كا لقد تضرب ذا معنى مليح ذا معنى أي نحوها كواهي واحد يمد من إريجا هذا الكم حاسة حن محاخلدا نحاد بلو بحيو إريجا في نحاد بلو بحيو يجي نحاد بين نقدين علم يقولين النحوي ولا بحين علم يقولين محي ولا بحين علمي السحدي خلت كتب الشيكين يعراب طمح يقول بحين نحوي يقول بحين وحال ما جاء عن نحوي حبو كيمي علمي ما يبقى تفسيره بحيان إلا إن كلمة ذو شرح ياها تفسير نوى وحلا شرح يا سوما علمي جاء من محا تفسير له بحين وعي محا يقول دورتين ما جاء عن نحوي أكو معكم ملايين ما جاء عيات شراء محا اللي فيني نحو قاتان علي بن أبي طالب أيو ننكي كوباد لا تشضي أبي أسود الدؤالي أو ننكي نحوها الدجيئة أي علي بن أبي طالب لا تشضي علي بن أبي طالب لقوي بو أهاسد عن دريم إنه عربتي هرادن بل لقويين بيهايين وواحد يقانن هذا الكيسة خلطان إيا كيسة صحان إيا قو نحوها دي قانن أيو هدن هذا الكوكو نحويسنا
كل واحد علي مركو لا تشضي أيو علي كلمة إيه قيبه كهضلي إن إيه أخوات كذي أيو كهضلي علي بأن حوي سيدنا الله قرأ عشرة كم إذا أيو سي أنت سوي إسلي أنت سوي إسلي مركز الله هضلي علي يوم يقول لنك أنحو نحو هذا بوي أنحو ونحو أمر كيسي أنحو قصد بوي نحو هذا كحديثة كا عشرة ذا أنكو سي أو كل قصده هذا كعربات أنت تحرع قصمة يسوع وحي يسكن نوع عرب عمان قصمة أو عشر قصمة كل كا أنحو ذي علي أويري وقصدي أويري أيها كل كا أي علماء دينا أي لهن فن جان أي نحو نراهنو ساعة هرت فن جان نحو اللي وجب هي كل كا نحوه علم جي إعراب تيجي بينها كهذا يبي علماء ذكر جان وكان تعريف كيسي حده حد كيسو في اصطلاح النحات النحات سيدا يكون هشيين مركب نحوها الله تعريفين يوا اصطلاح هذا وضد كجارك هاي النحات ها وحي نحوها وبحيين هو علم وإن لبرته بأصول قواعد وإن لبرته قواعد كأو تحفظ أي إلى علينا يسوع مراعاتها دوريده اللسان عرب كأي كإلى علين عن الخطأ إنه كجف في النطق حق هذا قلت النحو وحلو يغنى إن قواعد يحرر لبرته حيرر كاسول حفتيانا عرب كاغا اي خلط كايلا لنا يان عرب كاغا انو خلدمو حيرر كايلا لنا يان اي كورن اي فاعل كوالا قودا اي كورن اي مفعول كوالا كردبا اي كورن اي حرف كجار وادي كوكدن بي والا هوس لغا كورن اي مضاف مليه قوة مجرور حيرر كاسول كالي اي هورت النحو اللي ويقانا حده نحوها حد كيسو في اصطلاح النحات هشيس كنحات مارك الله ايغو هو علم وعلم يقرشو بأصول قواعد لقرتو إريغان أصولي وقواعد بأصول با لقرانا يا قواعد قواعد كأو تحفظو أي إلالين يسو مراعاتها دوري ديدو قواعد كان هداد دورتوحي إلاليني اللسان عرب كاغي إلالين عن الخطأ قف بيك إلاليني في نطق حق هذا الكوكو قفو عرب كاغانا خلط كالغا إلالين يا وحل يده هذا سدا فقه وفعل كاغا قف وغا إلالين يو ايو لق نحوهنا عرب كاغا قف كاغا إلى لنا يا كوكا مدنا عرب كيبو إلى لنا يا مدنا فعل كيبو إلى لنا يا سيدة بينو عقيدة دون دي عقيدة دا ديبا إلى لنا يسا وينا تشي سيخل دن عقيدة يسو اما سيخل دن اتك آمين تا اي إلى لنا يسا فائدته علمي غن فائدة دي سمحين قاني علمي دي نيو وينيت اك واحد شراء سيوين بي وغا حدين فائدة دا فاني غن فائدة دا فاني غني واحد غرسون ماها هوري waxaa loo yiri sheekh baa la weydiiyo lagu yiri sheekh yaa ardayga mubtadigi waayo qofka bilowga aan noo sheekh baa la yiri shariicada yaa bilowga ah wuxuu ku jawaabi cida sharciiga bilowga ku ihi waa cida luqada bilowga ku ah waxa ka dhigantahay qofku haduu doonayo inuu fiqhi waqti ku bixiyo waxa way kamida keenay maayo oo intu meel soo fadhiisto sidiisi u sharxi maayo haduu luqada uuna ka dhisnay sidoo kale xadiiska kamida keenay maayo meel laba kamida keenay maayo qofka aan deen luqada aan ka bislay waayo marka la doonayo in wax la barto luqaddu ku qoran yahay ba horta la barta mesela hadii aan u baahdo aanu inaan computer barto goor ma fahmi kara taa computer ku luqad ka araya sida ugu badan luqad buu inaga inagu soo gaara luqadeeda hadaa luqadiisa hadaa aan garanaynin bilowun baad ku ahanaysa wax kasto barato biri wadi la weysa waayo luqaddu uu ku qornaaba ka maqanti oodan fahmaynin tiiba ka maqan kulka waxay ka dhigantahay culuumtan aan barta islaanahay luqada ay ku qoran tahay culimo waa inaan fahanaa luqada ay ku qorantahay markaan fahanno oo qura markaynu fahanno ayaan oranaynaa waxba inu baranaynaa culimada dawa la weydiyay sheekh ibn uthaymeen allah uu naxariiste markuu ka hadlayay faa'iidada naxwaha ama uu naxwaati imaamiyi wuxuu yiri naxwuhu bilowga hore waa sacab aad buu u adag yahay buu yiri dhammaadkiisana waa fudud yahay buu yiri waxa tusaale loogu soo qaatay guri yaroo ka dhisan caws oo kale ama qasab oo kale bahalkan qasabka aalaha la yidhaahdo kale ama caws oo kale ka dhisan oo kale albaabkiisuna uu bir yahay waa xadiid albaabku waa xadiid intiisa kaloo dhanna waa caws iyo daaq buu ka dhisan iyo qori buu ka dhisan yahay isku tiirtiirsan kolka albaabka laga soo gelayuunba adag haddaad albaabka ka soo gasho wax kastaaba wuu fududaanayaa laakiin haddaadan albaabka ka soo gelin waxay noqonaysaa albaabka haddii lagaa furo guduhu waa fudayd haddii albaabka laakiin sida lagaaga furo ayaa adkaanaysa sidaynu dareenmayno imaam shaafici wuxuu yidhi ahlul carabiya dadka ahlu carabigihi waa jinul insi insiga iyaga jinu ah yubsiruuna waxay arkaan maa laa yubsiru naasu dadku waxayna arkaynin waxaynu odhanaynaa haddaba sida aan dareemayno faa'iidadiisu waa xifdu lisaan in carabka laga ilaaliyo canil khata'i gaf fii tilaawati kalaami illah ilaahay hadalkiisa marka la akhriyayo wa kalaami rasuuli iyo rasuulka kalaamkiisa walkalaami alcarabiya iyo hadalka carabiga mawduucaadka uu ka hadlayaana waa alkalimaad alcarabiya kelmadaha carabiga من حيث ما بين عكيو لقى إلى لنا يو يعرض لها أسلوب بحيي في الكلام العربي كلام كعربي جو من إعراب إعرابي وبناء بناء
حقيقة كهذا الله نحوها موضوعات كي سواء محي والكلمات العربية بالله كلمتها عربية كلمونك أيو كهذا الله كيو كلمتها وكقيمين أيو كلمتها وحا أصابا بحا أيو عربية بناء فضله وفوقانه إنو كسر إنو كسر أيو على سائر العلوم علوم تأردن بالنسبة مركا لو إيغا يلي بابه باب كيسة فعلوم تأردن وكسر أيو حق إعرابك مركا الله إيغا فني كقاري يا مجلو والروية عن عمر بن الخطاب وحا لقوري قوله أراهديسي تعلموا اللحن لحن قبرت إيا والفرائض إيا والسنن سننت كما تتعلمون القرآن سيدة القرآن كأبرانيسين علمي قان لحن كورمي نحوها أبرتا نسبته مركا علوم تكالي لو إيغا نسبته نسبتي سلي بقية العلوم مركا لو إيغا التباين وكل دوانانشو إيا والمخالفة كلا لحن سنانشو تباين إيا مخالفة وإسكم معنى علمي كالي إعراب كهضل إيا نحو أهين لسوه المايو صرفكم ملك لو كهضل إيا بلاغضو ملك لو كهضل إيا حديثكم ملك لو كهضل إيا وأتباين لبا فنية إسكم إيا هدبا مجران سيدا أهو أو إسكم ملك هضل إيا ويعلو من يهديك لديه واضعه منكي كوباد يا قري هو أبو الأسود الدؤري نين لأورنجري وي أبو الأسود الدؤري اسمه فن قوحا لغو مقعاب علم النحوي استمداده برطا لغا صورن بيلقاتي هو مستمد وحا لغا بيلقاتي من كلام الله تعالى إلهي كلام كيسة وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نبي محمد كلام كيسي وكلام بلغاء العرب عربتي بلاغة تقاني هذا الكوغي حكم الشارع فيه شرع وحو كقبو هو واجب كفائي وواجب كفائية وواجب إن علمك النحوها على برطا كما ذكره سيد الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية سيد الشيخ أم الدوال لغبا هنيه وواجب أيون نغنى يوايا شيخ الإسلام ابن تيمية وحيولي إن اللغة العربية اللغة عربية من الدين دين تي كمتهاي ومعرفتها فرض وواجب إن لبرتانا وفرض يواجب فإن فهم الكتاب كتابك فهم كيسا إيا وسنة فرض فرض ويان ولا يفهم اللبضاء لما فهمه إلا باللغة العربية لغة عربي قول برتمه يعني وما لا يتم الواجب واجب كونا كنا ما يستيرمينين إلا به إن إساق للي ماد مويا وحكاله فهو واجب إسنا واجب ونقنية وشيخ الإسلام ابن تيمية كلمذيه سي مسائله ما لها وكهض ليو هي القضايا وقضاياتك التي قضاياتك يبحث فيها وبحثي أيو سيدا الفاعل مرفوع فاعلك ومرفوع وكله والمضاف حسب موقعه مضاف هو قلب هلك ودعه في الكلام كلام كالحديثة والمضاف إليه مجرور أوكره وجمعها طبن كان قضب وحا أروريي بالنظم قبينك أروريي الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى أبو العباس المقرئة المساني نكي لورنجري قبينك سوى أروريي محوري من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومستمن منه وفضله وحكم يعتمن واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر وحول من رام ننك الرادية أما ضلبة فنا فن ننك ضلبة وانا كيرو فن قدوني هنغض نحو هذا صرف هذا من رام فنا ننك فن الرادية فليقدمها الرئيسية أولا مركة هراء علما إنه علم يشبه حده حد كيسي وموضوع إيه موضوع تلاه راعي وواضع إيه ننكي قري والنسبة إيه النسبين تعلوم تكلا لون نسبين أيو إيه ومستمد منه هالك لغا سعر بيه القاطي إيه وفضله فضل قيسة إيه وحكم حكم يعتمد لغو تيرسان يا شرع قوحو كقبو إيه واسم مقع فنق أوليه وما أفاد إيه وحا أفائدين أيو والمسائل إيه مسائل كوكهضل أيو فتلك تاسع عشر واطبا وصائل وصائل بيؤتها للمنا واحد يدي لنيسه وصائل وحوي واسيس تماك له أما طريق دي أذب ميل ومريسي وكلوي وحي وصائل وطه يدي لده دي وبعضهم غاركودنا اقتصر وحكو قابصدي منها طبان كان اوكاك قابصدي على البعض قار كميدا قول اعتبت طبان كان لوما وضباهنا غيبون بلو باهن يهي ومن يكون ننك أهذا يدري نن قرن يا جميعها قبي أهان ومن يكون ننك أهذا يدري ميت قرانا يا جميعها دمانتود انت سره وغوليسنيا طبان كبا قفك برتانه وغوليسن علماء قاركودنا طبان كلوما ودا باهنا ان يرو با لو باهن يهي بي يرهدين ان شاء الله تعالى برتا ايو اينوغو جوغا يا والله تعالى على وعلى بينو عقيدتنا دي عق 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 عقيدة دي با الهالينيسا او ان شي سي خلدن عقيديسو اما سي خلدن اد كا امينتو اي الهالينيسا فائدته علمي فائدتي سمحي نقري علمي اني واوينيد اك waxa jira si weyn bay uga hadlay faa'iidada fannigan faa'iidada fannigan wax qarsoon ma aha hore waxa loo yiri sheekh baa la weydiiyo lagu yiri sheekh yaa ardayga mubtadigi waayo qofka bilowga aan noo sheekh baa la yiri shariicada ayaa bilowgu ah wuxuu ku jawaabay cida sharciiga bilowga ku ihi waa cida luqada bilowga ku ah waxa ka dhigantahay qofku haduu doonayo inuu fiqhi waqti ku bixiyo waxa way ka mid keenay maayo oo intu meel soo fariisto sidii si u sharximaayo haduu luqada uuna ka dhisnay
sidoo kale xadiiska ka midkeen may meel laba ka midkeen may qofka aan deeyo luqada aan ka bislay waayo marka la doonayo in wax la barto luqadu ku qoran yahay ba horta la barta midalan hadii aan u baahdaan inaan computer barto goor ma fahmi kara taa computer ku luqad ka araya sida ugu badan luqad bu inaga inagu soo gaara luqadeeda hadaa luqadiisa hadaa aan garanaynin bilowun baad ku ahanaysa wax kasto barato biri wadi laaweysa waayo luqadii uu ku qornaa ba ka maqantay oodan fahmaynin tiiba ka maqan kulka waxay ka dhigantahay culuumtan aan barta isleenahay luqada ay ku qorantahay culimo waa inaan fahanno luqada ay ku qorantahay markaan fahanno oo qura markaynu fahanno ayaan oranaynaa waxba inu baranaynaa culimada dawa la waydiyay sheekh ibn uthaymeen allah uu naxariiste markuu ka hadlayay faa'iidada naxwaha ama uu naxwaati imaamiga wuxuu yiri naxwuhu bilowga hore waa sacab aad buu adag yahay buu yiri dhammaadkiisana waa fudud yahay buu yiri waxa tusaale loogu soo qaatay guri yaro ka dhisan caws oo kale ama qasab oo kale baalkan qasabkay aalaha la yiraahdo kale ama caws oo kale ka dhisan oo kale albaabkiisuna uu bir yahay waa xadiid albaabku waa xadiid intiisa kaloo dhanna waa caws iyo daaq buu ka dhisan iyo qori buu ka dhisan yahay isku tiirtiirsan kolka albaabka laga soo gelayuun baa adag haddaad albaabka ka soo gasho wax kastaaba wuu fududaanayaa laakiin haddaadan albaabka ka soo gelin waxay noqonaysaa albaabka haddii lagaa furo guduhu waa fuday haddii albaabka laakiin sida lagaaga furo ayaa adkaanaysa sidaynu dareenmayno imaam shaafici wuxuu yidhi ahlul carabiya dadka ahlu carabigihi waa jinnul insi insiga iyaga jinu ah yubsiruuna waxay arkaan maa laa yubsiru naasu dadku waxayna arkaynin waxaynu odhanaynaa haddaba sida aan dareemayno faa'iidadiisu waa xifdu lisaan in carabka laga ilaaliyo canil khata'i gaf fi tilaawati kalaam illah ilaahay hadalkiisa marka la akhriyayo wa kalaami rasuuli iyo rasuulka kalaamkiisa walkalaami alcarabiy iyo hadalka carabiga mawduucaadka uu ka hadlayaana waa alkalimaad alcarabiya kalmadaha carabiga min xaysu maa dhinacii kiyo laga ilaalinayo yacridu lahaa usoo banbaxayay fi lkalaami alcarabi kalaamka carabiga oo min icraabin icraabiya wa binaa'in binaa xaggeebuu ka hadlaa naxwaha mawduucaadkiisu waa maxay waa alkalimaad alcarabiya baa la yidhi kalmadaha carabiga kelimooyinka ayuu ka hadlaa kiyo kelmadaha uu ka qiimaynayo kelmadda waxaa usoo banbaxayo icraabiya binaa fadluhu waa fawaqaanuhu inuu ka sarreeyo calaa saa'iri alculuum culuumta oo dhan binisba marka loo eegayo libaabihi baabkiisa culuumta oo dhan wuu ka sarreeya xagga icraabka marka la eego fanni ku gaadhaya ma jiro waruwiya can cumar ibn alkhadaab waxaa laga wariyey qowlihu odhaahdiisii tacallamu laxna laxniga barta iyo walfaraa'ida iyo wasunana sunanta kama tatacallamuuna alqur'aan sida aad qur'aanka u baranaysiin cilmigan laxniga ka waramaya naxwaha abarta nisbatuhu marka culuumta kale loo eego nisbatuhu nisbadiisa libaqiyati alculuum marka loo eego atabaayun waa kala duwanaansho iyo walmukhaalafa kala leexsanaansho tabaayun iyo mukhaalafa waa isku mid macna cilmi kale oo icraab ka hadlayo naxwaahay lasoo heli maayo sarfigu meel kaleu ka hadlaya balaaqadu meel kale ka hadlaysa xadiidku meel kaleu ka hadlaya waa atabaayun laba fanni oo isku midi haddaba ma jiraan sidaa ogow oo isku meel ka hadlaya waayo awoodaa lumaya haddii kale dee waadicuhu ninkii koobaad ee qoray huwa abulaswad addu'ali nin la odhan jiray wey abulaswad du'ali ismuhu fannigan waxaa lagu magacaabaa cilmu naxwi istimdaaduhu barta laga soo dhimbiil qaatay huwa mustamadun waxaa laga dhimbiil qaatay min kalaami illaahi tacaala ilaahay kalaamkiisa wa kalaami rasuulihi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed kalaamkiisii wa kalaami bulagaa'i alcarab carabtii balaaqada taqaanay hadalkoogii xukmu shaarici fiihi sharcigu wuxuu ka qabo huwa waajibun kifaa'iyun waa waajib kifaa'iya waa waajib in cilmiga naxwaha la bartaa kama dakarahu siduu sheegay shaykhu lislaam ibnu taymiya siduu sheegay ummadda waa looga baahan yahay oo waajib ayuu noqonaya waayo shaykhu lislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi ina allugata alcarabiyata luqadda carabigu min addiin diintay ka mid tahay wa macrifatuhaa fardun wa waajib in la bartaana waa farad iyo waajib fa ina fahma alkitaabi kitaabka fahankiisa iyo wasunati fardun farad weeyaan walaa yufhamu labadaa lama fahmo ilaa bilugati alcarabiya luqadda carabigoo la barta mooyaane wamaa laa yatimu alwaajibu waajibku kuuna ku dhammaystirmaynin ilaa bihi in isaga lala yimaad mooye wax kale fahwa waajib isna waajib buu noqonaya waa shaykhu lislaam ibnu taymiya kelmadihiisii masaa'iluhu meelaha uu ka hadlayo hiya alqadaaya waa qadaayaadka allatii qadaayaadka yabxathu fiiha uu baxfiyayo sida alfaacilu marfuucun faacilku waa marfuuc oo kale walmudaafu xasba mawqicihi mudaafku waa kolba halkuu dhaco fi lkalaami kalaamka dhexdiisa walmudaafu ilayhi majruurun oo kale wa jamacaha tobankan qodob waxaa ururiyey binadmin gabayna ku ururiyey ashaykh axmed ibnu moxamed ibnu axmed ibnu yaxya abulcabaas almuqri atilmisaani ninkii la odhan jiray gabayganu ku soo ururiyey muxuu yidhi من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمن منه وفضله وحكم يعتمن واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر
وحولي من رام نينك الرادية أما ضلبة فنن فني أون نينك ضلبة وانا كيرو فني قدوني هالنقضة نحو هذا صرفي هذا من, ف... من رام فنن نينك فني الرادية فليقدمها الرئيسية أولا مركه هراء علما إنو علم يشبه حده حد كيسي وموضوع إيا موضوع تلا راعي وواضع إيا نينك قري والنسبة إيا النسبين تعلوم تكاللون نسبين أيو إيا ومستمد منه هالك لك سعر بيل قاطي إيا وفضله فضل قيسة إيا وحكم حكم يعتمد لغو تيرسان يشرع قوحك قبو إيا واسم مقع فنق أوليه وما أفاد إيا وحاو فائدين أيو والمسائل إيا مسائل كأوكهض ليو فتلك تاسع عشر واطبا وصائل وصائل بيؤطه للمناوحة للدي لنيسه وصائل وحوي واسيس تموك له أما ضريق دي أذب ميلو مريس إيوك لهوي وحي وصائل وطه للدي لدي وبعضهم غاركودنا اقتصر وحكو قابصدي منها طبان كان أوكا قابصدي على البعض قارك ماذا قول اعتمد طبان كان لوما وضباهنا غيبون بلو باهيهي ومن يكون ننك أهذا يدري ننقرنا يا جميعها قبي أهان ومن يكون ننك أهذا يدري مد قرنا يا جميع هذا ما أنتود أنت سرقوا جوليسن يا طبعا كوقف كبرتانة وجوليسن علماء قاركودنا طبعا كلامه وضباهنا إن يروبلو بهاي هي بيرهدين إن شاء الله تعالى برتاعيو إنه جوجا يا الله تعالى على وعلى